وللحديث أكثر عن التطورات والاحتجاجات الشعبية ينضم معنا الآن ممثل نقابة المعلمين في كربلاء رضا القرعاوي. أهلا بك. أهلا وسهلا وتحياتنا لقناتكم المحترمة ولجميع مشاهدي هذه القناة المحترمين. أهلا بك. البداية، نقابات واتحادات كربلاء عقدت اجتماعا موسعا لاستنكار اغتيال الناشط إيهاب الوزني وطالبت بالكشف عن القتلة. هل لامستم جديد بالكشف عنهم؟ نعم، حقيقة حادثة اغتيال الشهيد إيهاب الوزني مثل الصدمة للمجتمع الكربلائي خاصة والعراقي بشكل عام. الشهيد إيهاب معروف على مستوى المحافظة، فهم من أبناء المدينة الأصلاء، لهم علاقات اجتماعية وعشائرية وأكاديمية حقيقة في جميع مكونات المجتمع في كربلاء. معروف الرجل بسلميته منذ العام 2010 وحتى اليوم. اغتيال الشهيد إيهاب الوزني حقيقة حزنت كل كربلاء. اليوم كربلاء، نتكلم كربلاء، حزينة على هذا الفقد العظيم، كما أن عائلته قد وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية بعدم إقامة مأتم أو عزاء، وهذه بحد ذاتها هي رسالة بليغة جدا أنه لن نقوم بأي مأتم أو عزاء أو استقبال أي معزي حتى الكشف عن قتلة إيهاب. إيهاب لم يكن الحالة الوحيدة في كربلاء، بل سبقته حالات متعددة، ابتدأت بالشهيد الدكتور الروائي علاء مجذوب وبالشهيد فاهم الطائي والشهيد إيهاب. لذلك اليوم خشية كبيرة في المجتمع الكربلائي على أنه هذه الجرائم تقيد ضد مجهول، وهذه كارثة على المستويات الأمنية والاستخبارية. كذلك حققت زعزعة كبيرة وخطر على مستوى الناشطين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة في كربلاء والعراق، على اعتبار أن العراق حسب ما مكوناته وأموره القانونية والدستورية أنه بلد ديمقراطي متحضر فيه التداول السلمي للسلطة، ومؤسساته تقوم عن طريق الانتخاب المباشر، إلا أن هذه الرسائل السلبية ورسائل كواتم القتل أدت إلى حقيقة فقد المواطن الأمل بأي عملية ديمقراطية في هذا المجتمع. لذلك عقدت النقابات والاتحادات أكثر من 16 نقابة واتحاد وجمعية في مقر نقابة الصحفيين، أصدرت بيان. هذا البيان له عدة أهداف. الهدف الأول رسالة مجتمعية، على اعتبار أن النقابات ممثلة لأغلب مكونات المجتمع وأنها تتصدى لدور مهني، ويجب أن تستخدم السبل القانونية والأطر الرسمية في سبيل الكشف عن القتلة وتحقيق الضغط على الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والاستخبارية من أجل الكشف عن قتلة الشهيد إيهاب وكل عملية قتل قيد ضد مجهول في المحافظة، وإيقاف استنزاف الدم العراقي والكربلائي. ونحن على موعد قريب في انتخابات تحدد مصير البلد، إلا أنه للأسف الشديد هذه العمليات أدت إلى إيصال شعور محبط لدى المواطن في العراق وفي البلد بصورة عامة، على أنه صندوق الانتخابات ليس هو المعيار الحقيقي للتداول السلمي للسلطة، وإنما كواتم الصوت وعصابات الجريمة والقتل هي من تتحكم وتسود في هذا البلد. وهذه رسالة نتمنى على السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجميع الجهات الأمنية أن تتصدى لهذا الأمر. كذلك رسالة إلى جميع القوى السياسية في العراق، ندعوهم لأن تسود لغة الحكمة والعقل، وندعوهم للحفاظ على الرأي والرأي الآخر والحفاظ على حرية الكلمة، لأن العراق قد عانى ما عانى قبل العام 2003، وجاءوا على مظلومية العراق ما قبل 2003 في بلد هم من كتبوا دستوره وهم من أسسوا له. لذلك يتحملون المسؤولية كاملة عن أي نقد أو كلمة حرة من هنا أو هناك. لذلك الأحزاب السياسية ومكونات الحكومة العراقية وجميع الفعاليات السياسية في العراق هي متهمة حقيقة أمام المجتمع العراقي، وعليها أن تبرئ نفسها أمام هذا المجتمع قبل المجتمع الدولي أو غيره، لأن من يقتل هو عراقي. لذلك نحن ننقل رسالة حقيقية من خلال كربلاء إلى القادة الأمنيين والسيد رئيس الوزراء، نقول أن الأوضاع في كربلاء متشنجة ومتوترة تماما. هناك حملات رائعة جدا انطلقت من كربلاء، حركات سلمية كان قد يتصورون أن هناك ستستمر أعمال التخريب أو الحرق أو غيرها. لذلك المجتمع الكربلائي وشبابه الواعين
قدموا أروع أمثلة الحركات الاحتجاجية الحضارية السلمية في رد على كواتم القتل، فرفعوا حملة من قتلني، وكذلك وزعوا الثواب على روح الشهيد والشهداء. ساحة كربلاء للاحتجاج تنطلق بمسيرات يومية تعبر عن مظلومية الشهيد وعائلته. نؤكد أن عائلة الشهيد لم تقم بنصب موكب عزاء واستقبال المعزين، وهذه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء، وهو أيضا رجل عراقي وينتمي إلى أعراف عشائرية ويفهم في هذه الأمور. نقول أن عائلة الشهيد لم تقم بنصب مأتم للشهيد حتى الكشف عن القتلة. ندعو جميع القيادات الأمنية والسياسية إلى التضامن في هذه المرحلة، ونحن كنقابات واتحادات حقيقة ندعم ونساند كل عمل حكومي هادف من أجل الوصول والعبور إلى بر الأمان وتحقيق عملية انتخابية عادلة ونزيهة يسودها الأمن الانتخابي الحقيقي، وهذا ينطلق من أهم ركن وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين بشكل عام وشهداء كربلاء وبالأخص الشهيد إيهاب الوزني. كما أن نود أن نعبر عن شيء آخر، نقول أن هناك أطلقت حملات للمقاطعة أو المشاركة في الانتخابات. حقيقة هذه الأوضاع هي حقيقة أيضا جاءت بسبب فقدان الوضع الأمني وسوء الإدارة. لذلك ندعو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وكل من يتمتع بالحكمة ومن يؤمن بمصلحة العراق على أنه هي المصلحة العليا لهذا البلد أن يستجيب لنداءات أبناء كربلاء وأبناء العراق. نعم سيد رضا، الاحتجاجات متواصلة في المحافظة لدعم هذا المطلب، ما هي الأسباب التي دفعتكم لتعجيل الإجراءات الحكومية في حين أن التحقيقات لم تكتمل لغاية الآن؟ أولا الاحتجاجات في العراق منذ العام 2011 ولهذه اللحظة لم تتوقف الاحتجاجات في العراق. الاحتجاجات في العراق معبرة، لكن في هذه المرحلة أبناء المدينة وساحات ساحة الاحتجاج ساحة الأحرار وكل الفعاليات المجتمعية وكذلك انضمت لها النقابات والاتحادات في مطلب واحد، ألا وهو تعزيز القانون وأن يكون العراق بلد يحكمه القانون. أنا اليوم تكلمت بكلام لم يرضي هذه الجهة أو الجهة الأخرى. أين وجود القضاء والقانون؟ لنؤمن أن القضاء والقانون هو الفيصل في المحاسبة واستحصال الحق. لماذا نلجأ إلى كواتم القتل وغيرها؟ لذلك نقول أن العراق حقيقة اليوم بلد مستباح، تعمل فيه جهات مخابراتية كثيرة. اليوم هناك بعض القوى الظلامية التي تحاول إيصال رسائل سلبية أن لا وجود لدولة في العراق وأن هناك إرادة يجب أن تملى على هذا الشعب وعلى هذا الشعب يجب أن يستجيب. لذلك أخطر ما تواجهه الحكومة اليوم هو الكشف عن قتلة الشهداء، لا سيما وأن رئيس الوزراء قد زار منزل الشهيد هشام الهاشمي وأكد على أنه الحكومة جادة في الإعلان والكشف عن قتلة المتظاهرين. إلا أن ننظر اليوم ونتابع هذه الحكومة التي جاءت على أثر احتجاجات وجاءت على أثر دماء خلال انتفاضة تشرين، إلا أن هذه الحكومة لليوم لم تؤدي التزاماتها في هذا الجانب. سيد رضا، التلويح بمقاطعة الاستحقاق الوطني هو انكفاء العاجز أم حركة واعية من أجل تحقيق مطلب النزاهة وصولا للتغيير السياسي المنشود؟ أولا نعود إلى التاريخ، إلى انتفاضة تشرين. من هم الذين طالبوا بتحقيق عملية انتخابية مبكرة وعادلة ونزيهة؟ هم المحتجون، لذلك هذا مشروعهم. اليوم المشروع هو مشروع الحركة الاحتجاجية في العراق. الانتخابات لا يزايد أحد على الحركة الاحتجاجية. الحركة الاحتجاجية هي من طالبت بانتخابات مبكرة وعادلة ونزيهة، لكن هناك أمن انتخابي مفقود. الكثير من المرشحين قد أعلنوا انسحابهم بسبب تهديدات من هنا وهناك. لذلك المحتج في العراق والمواطن العراقي حقيقة أحرص من جميع الجهات الأخرى من قيام عملية انتخابية. لذلك اليوم المحتج العراقي يلوح بمقاطعة الانتخابات، ونتمنى أن لا يسود هذا الجو وأن تقوم الحكومة بما عليها من واجبات، وكذلك أن تقوم القوى السياسية أيضا. ليست الحكومة مطالبة هنا فقط، حتى القوى السياسية يتطلب الأمر حقيقة لا سبيل غير صندوق الانتخابات. نؤمن أن العراق بلد ديمقراطي وتداول للسلطة يأتي عن طريق صناديق الاقتراع. لذلك لا حل ولا سبيل لتداول سلمي حقيقي وحركة أو عملية ديمقراطية في العراق
لا تمر إلا من خلال صندوق الانتخابات، وهذا نؤمن به تماما، وكذلك يؤمن به المحتج في ساحات العراق المتعددة. لكن المطلب اليوم فقط يتوفر أمن وبيئة انتخابية وخشية من التزوير. لذلك هذا الضغط الذي تمارسه الساحات هي رسائل بليغة على القوى السياسية والحكومة العراقية الاستجابة لها فورا، والإثبات على أنه الحكومة وهذه القوى السياسية جادة في سبيل العبور بالعراق إلى بر الأمان. نعم، الاغتيالات التي تستهدف الناشطين هي غاية لمقاطعة الانتخابات. كيف للناشطين التضحية بمنجز الانتفاضة، أم هي للضغط لتلبية التطلعات؟ عملية اغتيال عدد من الناشطين حقيقة لو تابعنا الأمر في كربلاء، حدثت عمليتي اغتيال في أجواء كانت شبه هادئة. مثلا اغتيال الشهيد علاء مجذوب في العام 2018 في حالة هادئة تماما، ولكن نعتقد أنها تطال حرية الرأي. أما اغتيال الشهيد إيهاب، الشهيد إيهاب أولا هو غير مرشح للانتخابات، ثانيا رجل سلمي حقيقي 100%، ثالثا الرجل معروف بهوية وطنية كربلائية عراقية أصيلة. لذلك نعتقد أن عملية استهداف إيهاب الوزني هي رسائل سياسية، هي رسائل لقتل الإرادة الوطنية، هو رسائل من أجل ثني كل محتج سلمي وطني على أن لا يطالب بحق أعلى من حقوقه التي وضعتها له القوى السياسية هذه. لذلك رسالتنا إلى هذه القوى السياسية وغيرها وكل المتهمين بإراقة الدم العراقي، نقول هذا البلد ولاد، وكما ردد المحتجون في ساحة كربلاء يوم أمس أن قتل إيهاب فهناك ألف إيهاب. لذلك اليوم إيهاب لا يمثل نفسه اليوم في كربلاء، وإنما اليوم إيهاب يمثل إيقونة للحرية وحركة الاحتجاج السلمية في جميع أنحاء العراق بغض النظر عن مشرب هذه المدينة من الموصل إلى البصرة. اليوم إيهاب ترفع صوره كرمز عراقي، وحقيقة اليوم المجتمع العراقي يبحث عن رمزية وهوية لحركة تشرين، واليوم تحققت هذه الهوية بشهدائها بالدماء التي سالت على أرض العراق. كل ما تزداد التضحيات كل ما نكون أقرب إلى مشروع عراقي وطني حقيقي، ولكن نسأل الله أن تتوقف هذه العمليات وأن تقوم الحكومة وهذه القوة بدورها الحقيقي للعبور بالعراق إلى بر الأمان إن شاء الله. نعم، ناشطون أشاروا لوجود جهات تهدد المرشحين المستقلين لإبعادهم عن السلطة، هل هذه الأفعال ستدفع إلى العدول عن المشاركة في الانتخابات؟ حقيقة هذه التصرفات والأفعال تنم عن شيء، هناك قوة تحاول تعطيل العملية الانتخابية في العراق ويحاولون الإبقاء على الوضع كما هو. هناك حكمة قضائية تقول إن غاب الجاني فابحث عن المستفيد، على الحكومة العراقية وكل هذه الأجهزة وكذلك القضاء العراقي أيضا مطالب، نحن أيضا بدورنا نطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل لجان قضائية حقيقية في هذه المحافظات التي تشهد أحداث. لذلك لأن القضاء هو إحدى السلطات الثلاثة في العراق المهمة. عفوا، نحن نستغرب أن هناك جهات لا تتحرك إلا أن يتم مفاتحتها ومطالبتها. لذلك نلاحظ أن القضاء العراقي يتحرك وكأنه حتى أن يقدم لي طلبا أو غيرها. لا، القضاء العراقي سلطة يجب أن تتحرك وتتقصى عن الجهات التي تقوم بهذه الأعمال. تهديد مرشح وانسحابه من الانتخابات يمثل ضرب في الصميم للأمن الوطني العراقي والأمن القومي العراقي. هذه جرائم خطرة يجب أن ينظر لها كأنها جرائم درجة أولى، ويجب أن يحاسب مرتكبوها. ممثل نقابة المعلمين في كربلاء رضا القرعاوي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.